السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جولة صحفية جديدة لليوم الأحد للثامن من شهر أكتوبر لعام 2017، والبداية مع أبرز عناوين الصحف ونطالع من صحيفة الأيام. جلالته يلقي كلمة سامية بهذه المناسبة: العاهل يفتتح دور الانعقاد الأخير للمجلس الوطني اليوم. صحيفة البلاد عنونت للفترة المتبقية من السنة المالية: رئيس الوزراء يوجه زيادة ميزانية الأدوية 15 مليون دينار. ونقرأ من صحيفة الوطن: خالد بن عبد الله، استراتيجية الخدمة المدنية ترتقي بالبحرين ضمن أفضل 20 دولة بالعالم. أما من صحيفة أخبار الخليج نقرأ: الوحيد في المنطقة يجري حالات القسطرة المعقدة، مركز محمد بن خليفة يوفر شريحة إلكترونية لسلامة القلب. نقرأ من صحيفة الوطن أنه بصدور الأمر الملكي السامي بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد اليوم الأحد، تتواصل المسيرة الديمقراطية والبناء التي اختطها جلالة الملك المفدى نحو تحقيق مزيد من المكتسبات للوطن والمواطن، لتضاف إلى ما تم إنجازه على مدى السنوات 15 الماضية في ظل المشروع الإصلاحي. بيّنت صحيفة الوطن أن وكيل شؤون البلديات دكتور نبيل أبو الفتح كشف عن تحديد موقع جديد لدفن المخلفات اليومية، حيث سيشيد وفق أحدث التقنيات الهندسية. وأشار أبو الفتح إلى أن الوزارة تعمل لتأهيل الشركات المتخصصة لطرح المناقصة، حيث تقدمت 9 شركات وتم تأهيل 6 شركات منها. هذا ولفتت صحيفة الوطن إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أكد منح ما يقارب 4000 ابن وابناء الجنسية البحرينية خلال الأعوام العشرة الماضية بعد تلقيه طلبات الحصول على جنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني بموجب أوامر ملكية سامية. كتب الكاتب فريد أحمد حسن مقالا في صحيفة الوطن بعنوان سلاح بحريني لمواجهة المخربين، تحدث فيه عن دور الحكومة البحرينية الإيجابي في مواجهة الإرهاب والمخربين. إليكم المقال بصوت الزميل أحمد الشمسي. اليوم وبعد كل ما لقيه العالم من شرور الإرهاب، لم يعد أحد يختلف مع أي حكومة تتصدى له ولمورسيه، وهذه مسألة يفترض أن يهتم بها أولئك الذين اعتبروا الإرهاب وسيلة مشروعة. إن ما لقيه العالم من الإرهاب في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص جعل الجميع يرفض كل المبررات التي يسوقها الإرهابيون. إن النهج الذي اعتمدته حكومة البحرين والذي ملخصه مواجهة الإرهاب بالقانون، أي بتقديم المتورطين في الأعمال الإرهابية للمحاكم، هو نهج يحمي المملكة. نتحول إلى صحيفة البلاد لنقرأ منها أن معهد البحرين للتنمية السياسية نظم بمقره بأم الحسم محاضرة تعريفية حول مسابقة كتابة الخطاب السياسي 3 بمشاركة أكثر من 50 شابا وفتاة من الراغبين بالاشتراك في مسابقة كتابة الخطاب السياسي في نسختها 3، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على تنمية مهاراتهم في مجال الخطابة السياسية. إلى ذلك، نشرت صحيفة البلاد أن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغاتم أكد أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين فيما يتعلق بإشغالات الطرق والأنظمة البيئية والصناعية، موضحا أنه تم إخطار 23 سيارة سكراب في منطقة سلمباد وإزالة عدد منها وإخطار الجراجات والورش المخالفة لتصحيح أوضاعها من الناحية البيئية، وكذلك فيما يتعلق بسكن العمال.
نطالع من صحيفة البلاد أيضاً أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل 2018-2019 بدءاً من الأحد ولمدة 5 أيام بالمدارس الابتدائية والإعدادية. كتب الكاتب أيمن همام مقالاً في صحيفة البلاد بعنوان الاستخدام المسؤول للموارد، تحدث فيه عن ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد لما له من أهمية ضرورية في الحياة الإنسانية. المقال بصوت فهد السعد. بعدما تجاوز عدد سكان المعمورة 7 مليارات نسمة في العام 2011، أصبحت التنمية المستدامة ضرورة حتمية وليست خياراً تفضيلياً. إن الاستخدام المسؤول للموارد يرتبط بشكل وثيق بالترشيد والاعتدال، ويتناقض تماماً مع الإسراف والإهدار، لذلك فإنه إضافة إلى المنفعة الاقتصادية. فالأمر يعنينا ويعني أبناءنا وأحفادنا، فنحن مسؤولون أمام أنفسنا، وعلينا واجب اتجاه الأجيال القادمة بأن نترك لهم عالماً قابلاً للحياة، وهذه المسؤولية تحتم علينا القيام بأفعال إيجابية تجعل عالمنا أكثر استدامة. ننتقل إلى صحيفة الأيام لنقرأ منها أن مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة أعلن عن بدء أعمال المرحلة الثانية من تكييف سوق المنامة المركزي خلال نوفمبر القادم، والتي ستشمل تكييف سوق الجملة لبيع الخضروات والفواكه بكلفة تبلغ أكثر من 300,000 دينار، مشيرا إلى أنه من المؤمل تشغيل التكييف المركزي بنهاية مارس القادم. بيّنت صحيفة الأيام إلى أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أكد على أن الإمكانية التقنية العالية والأجهزة الإلكترونية الحديثة والبرامج المتطورة التي تستعين بها المملكة لتقديم خدماتها في مختلف مناحي الحياة وبالأخص بقطاعات مهمة وحيوية يجعلها عرضة أمام الهجمات الإلكترونية لاستهداف مؤسساتها الخدمية، ناهيك عن الهجمات التي قد تطال الأفراد. لفتت صحيفة الأيام إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني أصدرت قراراً يحظر توزيع أكياس القمامة على المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء، وذلك بحسب ما صرحه مسؤولون من البلدية. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط سيرعى النسخة الثالثة من ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، والمزمع عقده يوم الأربعاء المقبل، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات 2017 والذي ستستضيفه مملكة البحرين. وإلى الشأن الصحي، ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن استشاري أمراض كهرباء القلب ورئيس وحدة كهرباء القلب بمركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب الدكتور عادل خليفة أوضح أن البحرين تمتلك أحدث التقنيات العلاجية لاختلال كهرباء القلب وتحديدا الرجفان الأذيني رغم كلفتها الباهظة. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن الباحث الفلكي علي الحجري كشف أن مملكة البحرين قد دخلت فلكياً وبشكل رسمي في فصل الخريف، وذلك بتاريخ 22 من شهر سبتمبر الماضي، مضيفاً أنه في هذا الفصل تكثر الأمراض الموسمية، كما وتعتبر هذه الفترة نشطة بالنسبة للمزارعين لحرث الأرض استعداداً لموسم الزراعة، وبنفس الوقت جني بعض أنواع الثمار فضلاً عن رصد مختلف الطيور المهاجرة فيها وبكثرة وخصوصاً في المناطق الساحلية. وإلى جولة مع طرائف الكاريكاتير.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.